الله. راح يكون صعب للفريقين، فريق بيسجل وفريق طبعا بيطلع بنتيجه ايجابيه بالتعادل منتخب البحريني، لكن عدم اعطاء المنزلين فسائق على حساب طبعا منتخبات لا شك انها ليست بالقوه الكبيره، يعني اول مجموعه. حذر حذر، كل الحذر الان في الكرات الخطيره الملعوبه الان، والكره ملعوبه لكن مرت هكذا. فينيكس النيوزيلندي عالي للامام بالراس، ساتو بعد فيها ملعوبه عاليه وفي المكان الممتاز وكره خطيره مرسول لكن عاليه وبعيده كره وصلت الى كاس العالم. الحكم الارجوياني الاحمر واليوم الاحمر يلعب، ولكن يوم كاس العالم في كل مكان في العالم، وكره ملعوبه هذه خطيره لمنتخب نيوزيلندا، ملعوبه خطيره وبرافو برافو برافو سيد محمد جعفر. سلمان عيسى، سلمان عيسى للامام، هيا البحريني الممتاز الجميل مساء اليوم، كره ملعوبه خطيره وبالكره الراسيه. الحذر، كل الحذر، حذرنا من الكرات الراسيه وخطوره نيوزيلندا من الكرات الراسيه ومن كره راسيه. سجلت نيوزيلندا هدف لنيوزيلندا الكرات الراسيه بالفعل من كره راسيه من ضربه ركنيه سجل هذا اللاعب فالون. لقطه ولقطات اخرى نشاهد. استعجل يا اخي، تأنى شوي. يعني كابتن جمال الشريف قال اتى الحظ. عبد الله فتاي وجيسي جونز، مباراه ممتازه بالفعل، وهذه كره لا زالت خطره. سلمان عيسى تنقل الان واتى الحظ لكن تبعد من المدافع. هذه الالعاب لا تجري مع اصحاب القامات الطويله واصحاب الكره خطيره موجوده، لكن حارس المرمى باستون يتعب ونقل الكره من محمد سالمين، وبعد ذلك حارس المرمى بهذه الصوره يواصل التالق للمباراه الثانيه على الملعب. هو ميشيل ماك جلينشي في الشوط الثاني من المباراه، ولدينا محاوله عن طريق سيد محمود جلال، كره ملعوبه الان. سيد محمود عدنان للامام يرسل كره الى جي سي جونز، لكنه يعتمد كالعاده على المرتدات. هذه محاوله موجوده وفرصه حاضره على مرمى الثاني من اصل ثلاث دقائق الان. عالية والامام، كرة بالراس ملعوبة لكن ايضا مرت وعدت على اللاعبين، تنتقل الى اقدام اللاعبين، لان اللاعب البحريني شاهدنا في مباراة اليوم اخطاء في التمرير، اخطاء في اللمسة الاخيرة. ولاحظ الفرح الجنوني، فرح وطن عالية ومنقول الامام وبالراس محطوطة، لكن كاس العالم، حلم كاس العالم انتهى لمملكة البحرين، نيوزيلندا إلى كأس العالم. مشاهدي الجزيرة الرياضية، بهذا الفوز المسجل في الشوط الأول عن طريق اللاعب رور تدور وعجلة الزمن تدور وجيل البحرين